أبدأ معك جويس، آخر التطورات في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. حصيلة اليوم فقط ظاهر حتى هذه الساعة 6 شهداء والعديد من الجرحى في سلسلة استهدافات إسرائيلية اليوم، بدءا من ميفدون وسقوط 5 شهداء وصولا إلى الخيام وسقوط عدد من الجرحى، إضافة إلى استهداف قبل قليل لمنطقة تصل بين رب 30 وبين العديسة وهي قرى متجاورة جدا، أيضا سقوط شهيد وجريح على الأقل في هذه الغارة. وهذا التصعيد الإسرائيلي ينظر إليه هنا بحذر شديد، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي عمد منذ الهجوم الذي نفذه على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى القيام بسلسلة استهدافات كانت ضحيتها حتى هذه الساعة أكثر من 20 شهيدا منذ تلك اللحظة وحتى هذه الساعة. نحن نتحدث عن أسبوع سقط فيه أكثر من 20 شهيدا وعدد من الجرحى. هذا التصعيد أيضا يترقب أن يرد عليه حزب الله، وإن كان قد بدأ بالرد عمليا من خلال العمليات التي نفذها، إن كان بمسيرات انقضاضية وإن كان بتنفيذ كمين أيضا لقوة من جنود العدو في مزارع شبعة المحتلة وغيرها من العمليات. ولكن عملية ميفدون وهي منطقة تبعد أكثر من 25 كيلومتر عن الحدود تعتبر الأقصى اليوم في هذا الإطار، ويترقب أن يكون رد حزب الله عليها بهذا القدر من مما كانت عليه هذه العملية. حزب الله يقوم بالرد ليس فقط على استهداف المدنيين أو سقوط شهداء، وإنما أيضا على استهداف القرى والبلدات الجنوبية. بموازاة ذلك كذلك ظاهر اهتمام بالغ وترقب لكلمة الأمين العام لحزب الله بعد أسبوع من اغتيال أحد كبار قادته العسكريين فؤاد شكر، وانتظار وترقب أيضا للرد الموعود من حزب الله على هذه العملية. توتر، نزوح، استعدادات ميدانية للمستشفيات وغيرها من المراكز والمؤسسات المعنية بأي عدوان مرتقب من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي نحن أمام ساعات يحكى هنا أنها ستكون ساعات حساسة وربما تكون ساعات مصيرية كذلك في مسار هذه العمليات العسكرية وهذه الجبهة التي كانت بالأساس جبهة إسناد. نعم.